المسألة ما كانتش محتاجة أزيد من شنب وبتاع، إحنا مش بنعمل ملاعيب شيحة، واخد بالك؟ فهذا اتفضل اتفضل. هو إخراجية المشهد، دخولك من الباب زي ما حضرتك قلت. ما بيتش الآخرين ما بيشوفوش خالص. أيوة. طول المشهد انت مديهم ضهرك. حتى هم يقول لك انت مين، هم ما شافوش وشك. مظبوط مظبوط. نهايه وشك بقى هنا بتظهر. مظبوط يا شيخ. يعني نهال قاطعتك، نهال دخلت شافته. نهال لا لا ابقى راجع بس. مفيش غير يا طب يا حبيبي، مفيش غير هي حته الصوت اللي بتقول له مش عارف ايه، فبيو هو اللي مش عارف ايه، وده سهل انه حد يعمله. ما علينا، المهم هذا دفاعا عن هاني اسماعيل.